بداية مميزة لأربيل بطل الدوري العراقي أمام شباب الأردن في أولى مبارياته التجريبية بمعسكره الاستعدادي للاستحقاق الآسيوي. هجمات هولرية أثمرت عن الهدف الأول في الدقيقة العاشرة وبأقدام اللاعب نديم صباغ، ليستمر السجال الكروي وسط الملعب ويبدأ أربيل بامتصاص هجمات شباب الأردن، وليعلن الحكم نهاية الشوط الأول من المباراة. لدينا لاعبين جدد الآن خلال هاي ثلاث مباريات يجرب اللاعبين الجدد اللي متواجدين لأول مرة في صفوف نادي أربيل. اليوم أول مباراة لنا أعتقد كانت إيجابية بالنسبة لنا. تعرف إحنا معسكر تدريبي، يعني أغلب اللاعبين محملين وأغلب اللاعبين مضغوطين تحت تمرين قوي صبح وعصر، بس اليوم كانت نتيجة إيجابية، قدمنا مستوى طيب يليق بنا. الشوط الثاني من المباراة شهد في الدقيقة الخامسة إضافة الهدف الثاني لأربيل وبرأسية سعد عبد الأمير هذه المرة، ليفرض سيطرته على المباراة بعد أن دفع المدرب بهوار ملا محمد ولؤي صلاح ليعزز تقدمه ويحاول تعزيز النتيجة، لكن آخر 10 دقائق من المباراة شهدت ضغطا لأصحاب الأرض سعيا لتعديل النتيجة. قدمنا مباراة جيدة يليق باسم كرة أربيل وجمهور العراقي، والحمد لله سجلنا هدفين ومباراة كان صالحنا. فريق شباب الأردن مو فريق سهل، فريق جيد، بس الحمد لله الشباب نفذوا الخطة. الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول. الشوط الأول شباب الأردن لعب بقوة ولعب بضغط عالي على لاعبتنا، الحمد لله يعني خبرة لاعبتنا وانتشارهم كان بالملعب أفضل، رغم أنه إحنا لسه بداية المباريات الودية في جملة من الأخطاء لابد من الوقوف عندها. يعني المباراة طبعا لا ما لبت طموح، ولكن كمان بعض اللعيبة ما لاحقوا أو ما تابعوا التعليمات اللي أنيطت بهم، ونزل بعض اللعيبة الجداد للفريق على أساس يوقف على طبيعة مستواهم، لأنه في عندنا مباريات قادمة بالدوري وكأس العرب. العلامة الكاملة كانت حصة فريق أربيل في أولى اختباراته التجريبية وبثنائية نظيفة أمام شباب الأردن. أما قادم الأيام فسيكون فيصلا في الوقوف على جاهزية الفريق لاستحقاقه الآسيوي. من ملعب جامعة الإسراء وسط العاصمة الأردنية، عمان، زيد الطائي، العراقية.